الكلام على ما كانت البداية به بين قبل المغرب، ويكون من المناسب أن نفتح باب الأسئلة أو التساؤلات أو المناقشات، لأن ما من أحد يسمع شيئا من العلم إلا تخطر بباله أسئلة وتكون عنده إشكالات. وعلماؤنا القدامى رحمة الله عليهم كانوا يقولون إن الاستشكال ضرب من العلم. قال القرافي من المالكية رحمه الله: الاستشكال ضرب من العلم، يعني صاحب الاستشكال الذي وقع له إشكال ما وقع له الإشكال إلا لأنه فهم الموضوع وربط بين الموضوع أو بين عناصر الموضوع وعن له أو بدا له إشكال، فأحب أن يطرحه أو يناقشه. فيفسح المجال الآن للإخوة لمن أراد أن يطرح شيئا من الإشكال، ولعل الأخ إذا كان يعني له رغبة، لأنني رأيته أثناء الدرس رفع أصبعه، ثم يليه الأخ اللي بعده، وهكذا نبدأ، وعسى أن نوفق إن شاء الله للإجابة. نعم. كما قال الشيخ، قلت خبركم أن لا يجوز بيع أو كان كيلو تمر بجودة عالية وكيلو تمر بجودة أقل، لا يجوز تقول أن أعطيك الكيلو تمر جودته عالية بنص كيلو مثلا جودته رديء وكيلو بكيلو. نعم تمام. وقلت هذا الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ركزت على الأمور الأخرى، مثلا قلت سيارة مثلا، يعني المؤخرة قلت سيارة جديدة بسيارتين قديمات مثلا، صحيح، لماذا جاز هنا ولم يجز هنا؟ لماذا جاز هنا ولم يجز هنا؟ معك حق كبير كبير كمان، يعني أنك تتساءل. أخي يتساءل يقول كيلو تمر رديء بنص كيلو تمر جيد، هذا لا يجوز، لكن قلت السيارتين قديمتين بسيارة جديدة ممكن. قال لماذا منع في الحالة الأولى وجاز في الحالة الثانية؟ الجواب سهل، الجواب ما أسهله وما أيسره وما أقربه، وهو أن يقال إن الأصل أن الربا في هذه الأشياء وليست الربا في الأشياء الأخرى، فالربا لا توجد في كل شيء يسمى ربا، الربا في الأصناف التي نص عليها الشارع وما يلتحق بها مما شاركها في علتها. ما علتها؟ العلة هي الادخار والاقتيات، أما السيارات فليست فيها هذه العلة، وهكذا غيرها. ولذلك الجواب واضح وظاهر، يرجع إلى علة التشريع. علة النهي عن الربا معروفة، وأنت ستتساءل لماذا لم يعتبر الشارع الجودة مؤثرة في التفريق. الشارع لا يعتبر الجودة مؤثرة في التفريق، يعني قنطار قمح جيد بقنطار قمح رديء، لو جاء الصاحب الجيد وأراد أن يفرض علينا 10 كيلوات من الرديء أو 20 كيلو من الرديء فوق 100 كيلو أو فوق القنطار زيادة، قلنا له يفتح الله هذا ربا، وذلك أن هذه هي الأصناف الربوية وما يلتحق بها، غيرها ليس من أصناف الربا. نعم. يجوز مثلا لو قلنا كيلو تمر مثلا بكيلو زبيب مثلا، يعني ولا لازم هنا الحديث يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم على أن يكون يدا بيد. قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت الأصناف الربوية فأردت أن تشتري قمحا بتمر، قمحا بتمر يجوز فيه التفاضل ويبقى شرط التقابض قائما، فزال شرط وبقي شرط. احنا قلنا الأصل شرطين، المماثلة والتقابض في المجلس، يعني التقابض مباشرة، مباشرة حتى لا يكون شيء يسمى النسيئة، لأن الربا إما فضل وهي الزيادة التفاوت وإما نسيئة. إيش يعني لفظ النسيئة؟ نسيئة التأخير، التأخير، لأن هذه الأصناف لا تقبل التأخير، لا يجوز تأخيرها. كالتفسد لا، لا يجوز تأخيرها لأنها هي ربوية، الأموال الربوية لا تقبل التأخير، يجب إنجازها في وقتها أن تكون
مباشره. هذا عام في السنه شيخ، يعني كل يعني اتفقت العلماء على هذا الكلام، ولهذا خاص من لا هذا هذا من القسم المتفق عليه. احسنت الكلام، فتح الله عليك. جميل يكون طالب حريص ويكون مناقش ويتابع معلوماته ويسأل ويتابع ويراجع، ممتاز، احسنت، بارك الله فيك. اذا هذا هو الاصل في 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 هذا في هذا الشيء، والاصل فيه هو هذا. الاصناف الربويه هي واضحه ظاهره، فاذا اختلفت الاصناف يقول عليه الصلاه والسلام فبيعوا كيف شئتم على ان يكون يدا بيد، فبقي شرط المقابضه او التقابض في المجلس، وزال شرط المفاضله. فيجوز في التمر مع الزبيب مثلا ان يكون فيه زياده في احدى الطرفين، وهكذا في بقيه الاصناف اذا اختلفت الاصناف. اما الذهب بالذهب مثلا بمثل، الفضه بالفضه مثلا بمثل. العيار في هو لا يسمى الذهب الا اذا كان من العيار الخالص، اما 18 و13 ويخلطوه. لا احنا صحيح احنا نريد الذهب الخالص، وعليه القياس في الزكاه. لما تقول نصاب الزكاه، كم نصاب الزكاه؟ 85 جرام من الذهب ولا لا؟ 85 جرام من الذهب هو نصاب الزكاه. كم الذهب اليوم؟ نسال، كم الجرام من الذهب اليوم؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ ألا تشترون الذهب؟ ها؟ فيكم واحد يريد أن يتزوج سيشتري الذهب؟ $73 كندي الذهب الجرام، هذا 24 كارة اللي هي درجة، الشريطة تكون صافي، ما يكون معاه نحاس ومعدن ومخلوط وزنق و و و و لا، يكون ذهب خالص. فتضرب ثمن الجرام في 85 يخرج لك نصاب الزكاة. والذهب يقاس على مثلا عندي عندي حلي 24 كيراط وانت عندك حلي 18 كيراط، اقول مثلا 100 جرام 100 جرام تسير؟ والله ما ندخل في هذه الحقيقة، سنقع في الربا. افضل انك تبيع على وزنه وتاخذ على وزن الاخر. وهذا هذا هو الاصل. الخروج من الخلاف. الله يسعدك، افتح عليك. تفضل. السلام عليكم. نعم، عليكم السلام. اولا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على المحنه الطويله. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. سؤالي هو ما هو الرد على ان لا يجب علينا ان نتبع احاديث الآحاد، لان الفرق بين القران والاحاديث او السنه أن الأحاديث قد تكون ليس متوافرة أو يعني مثل القرآن، وقد تكون صحيحة وقد تكون يعني حسن لغيره ولذاته. أحسنت. قضية إخوان، قضية الآحاد، أخبار الآحاد، خبر الواحد، قضية قديمة وما زالت مستمرة إلى اليوم. فالمتواتر هو الذي رواه الجم الغفير عن الجم الغفير، الذين يقدر في مستقر العادة أنهم لا يتواطؤون على الكذب مع استواء الطرفين والواسطة، يسمى المتواتر، استواء الطرفين في السند والواسطة، هذا يسمى المتواتر. الأحاديث المتواترة في السنة هناك رأي شائع يقول إنها قليلة، وجمعها العلماء في منظومة الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، جمعوها من قلتها وأنها محدودة، لكن الواقع أن الأحاديث المتواترة ليست قليلة بل هي كثيرة وهي أكثر. وقد وجدت الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، وأنا أقرأ في فتح الباري وجدته قال إن هذا الإحصاء الذي يقول إن الأحاديث المتواترة قليلة قال غير صحيح، بل الأحاديث المتواترة يقول كثيرة ومتفشية، إذن هي كثيرة. طيب، الأحاديث أو أخبار الآحاد هي التي فقدت شروط التواتر وتسمى آحادا، فالحديث الفرد آحاد،
الذي رواه واحد، والحديث الذي رواه اثنان يسمى العزيز وهو أحد، والحديث المشهور الذي رواه ثلاثة من الرواة يسمى أحد أيضا، وما رواه أربعة يسمى أحد، وما رواه خمسة يسمى أحد، وما رواه ستة يسمى أحد، وما رواه سبعة يسمى أحد، ما لم يبلغ درجة التواتر فهو أحد، لأن الأحاد جمع غفير في مستقر العادة لا يتواطؤون على الكذب، كما لو أخبروا عن حدث كبير في هذا الشارع مع وجود المارة وكثرة السيارات والمتسوقين من السوق، وحدث حادث كبير وحاجة كبيرة في الشارع، فأخبر جميع الحاضرين خبرا واحدا، هذا هو المتواتر، هل يكذبون؟ أما خبر الواحد الذي يتحدث عنه الناس فالمتكلمون ومن تابعهم وبعض الفقهاء والأصوليين، وهو متفشٍ في كتب الأصول منتشر، أن خبر الواحد يفيد الظن من جهة ثبوته ولا يفيد القطع ولا يفيد العلم، ومشى هذا الأمر عليه كثير من الناس، لكن العلماء المحققون يقولون إن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم، لأنه ثبت بالطريق الصحيح، ولعله انضم إليه ما يجعله يفيد العلم، كما لو اتفق على الحديث البخاري ومسلم فهو مفيد للعلم، وبشروط الصحيح المتوفرة في الحديث يفيد العلم والثبوت، وجمهرة من أخبار الآحاد ثبتت بها الأحكام وثبتت بها العبادات وعليها معول الناس، فنصاب الزكاة ثبت بخبر الواحد، بخبر الواحد ثبت نصاب الزكاة التي أمر الله بها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يثبت بخبر الواحد نصاب الزكاة، فإذا كان الحديث برواية الثقات واتصال السند وخلوه من الشذوذ والعلة القادحة يسمى الحديث الصحيح، فهو ثابت. وهل إفادة العلم هو أمر زائد على مجرد الثبوت أم لا؟ نعم، هم يريدون ما يسمى العلم، أي القطع، العلم النظري أو العلم الضروري، هذا الذي يريدونه. أما السلف ابتداء من الصحابة والتابعين فأخبار الآحاد عندهم حجة في العقائد وفي الأحكام وفي كل شيء، ولا يقولون هذا حديث لم ثبت من جهة واحد أو خبر واحد وهو في الاعتقاد لا نأخذ به أبدا، ما فعلها السلف رحمة الله عليهم ورضوانه على الصحابة أجمعين ولا كانوا، بل قبلوا الأحكام بخبر الواحد، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الآحاد إلى الجهات والأصقاع والبلاد يبلغون دعوة الإسلام اعتقادا وشريعة وعملا وعبادة، وكانوا آحادا، رسل النبي كانوا آحادا، أرسل خمسة، أرسل أربعة، أرسل ثلاثة، أرسل ثمانية، وهؤلاء كلهم يسمون آحاد، أرسلهم إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وكانوا آحادا، وبلغوا دعوة الإسلام وكان الاعتماد عليهم، ويأتي الرجل إلى النبي اسمه واحد كضمام بن ثعلبة البكري، يأتي من بلاد نجد من بني بكر في نجد ويقول يا رسول الله كم علي هذه الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل عليك علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، وذكر له الأركان، وقال ضمام فبالذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، ولها ألفاظ، قال في بعض الألفاظ هذا ضمام فبالذي خلق السماوات والأرض وأجرى وخلق الجبال الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات؟ قال فبالذي خلق السماوات، يقول عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمرني أن أصلي هذه الصلوات،
وكان واحدا ورجع إلى قومه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نفر، طائفة، قلة، ثلاثة، أربعة، خمسة. فقضية الأحد، هناك من يغالي في رد الأحد ويستهين بالأحد، وبعض الناس عنده هوى في نفسه في قضية الأحد. إن جئته بحديث قال هذا تقول له الصحيح، يقول لك نعم صحيح بس هو أحد. يا أخوي أحد يعني جهود المحدثين يعني ضربتموها في السفر، يعني ذهبت أدراج الرياح كلها اللي هي الصحيح. أحد أحد أحد. حتى قال لي طالب في بعض المدن، قال لي جاءنا أستاذ يقول إن السنة للاستئناس. سبحان الله، يا سبحان الله، للاستئناس من أين علمت بعض أحكام الأطعمة؟ من السنة. نهى الله عن جمع بين الأختين، ونهت السنة عن جمع بين الخالة وعمتها، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. أفكنتم تنتهكون محارم الله بدعوى أنه لا توجد فيها أحاديث متواترة؟ فتزوجوا بالنساء وعماتهن ونساء وخالاتهن وقولوا هذا خبر واحد ورد من طريق أحد. وهكذا في بقية الأحكام، وهكذا في الصلاة، وهكذا في الزكاة، وفي بقية الأحكام. الشاهد أن الاستهانة بأخبار الأحد انتشر، وعلوم الحديث التي نحن بصددها كلها أخبار أحد. الصحيح أحد، الحسن أحد، الضعيف المنجبر الذي أصبح حسنا لغيره أحد، كلها أحد. علوم الحديث كلها حول الأحد، ليست علوم الحديث في المتواتر إطلاقا. ولذلك المتواتر ليس من علوم الحديث، المتواتر، الحديث المتواتر ليس من علوم الحديث، ولم يذكر في علوم الحديث، إنما الكلام هو كله في الأحد فقط. التشكيك في الأحد قضية عجيبة. قال ابن دقيق العيد: وعجبا لهؤلاء المنكرين للأحد، أو المشككين في الأحد، أو الذين لا يزعمون عدم الاطمئنان لخبر الواحد، أغفلوا قاعدة الحفظ التي هي قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قاعدة الحفظ يجب أن تترسم أيها المسلم، هي قاعدة عظيمة من كتاب الله عز وجل، ترزقك الثبات على الدين وعدم الشك في الدين، وأن هذا الدين هو دين الله، وأن الله تكفل بحفظه فحفظه. فلا يمكن، لا يمكن ويستحيل أن يدخل في دين المسلمين ما ليس منه ويبقون عليه من غير أن يتفطن له أحد. هذا مستحيل أن يكون. هل وجدتم أحدا يصلي ست صلوات في اليوم والليلة؟ لكن قد تجد بعض المسلمين أخطأوا في بعض المآكل الحرام أو المآكل الحلال، المأكولات الحلال أو الحرام، أو المشروبات الحرام أو الحلال. قد تجد جهالة في انحراف بعض المسلمين في العبادة ووقوعهم في الشرك والذبح لغير الله، قد تجدها موجودة. لكن هل أصبح الدين متبعا عند جميع المسلمين لا يفطن له أحد؟ هذه هي قاعدة الحفظ، لا يمكن أن يدخل في الدين ما ليس منه ويصبح دينا يدين به أهل الإسلام من غير أن يتفطن له أحد أبدا. لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج منه ما يحتاج إليه المسلمون. فهل خرج من ديننا ما نحن بحاجة إليه؟ هل خرج شيء من الدين؟ هل ضاع شيء من الدين؟ لم يضع، فلا دخل فيه ولا ضاع منه. قضية الأخبار الأحاد، نقرأ ما يقوله أهل السنة وما قاله المتقدمون. كتب الأصول لو اتبعتها سوف تجد الكلام على أخبار الأحاد، تشكك في أخبار الأحاد. كافة أصولين يفيد الظن، يفيد الظن، يفيد الظن، حتى يذكرون بعض أشياء لا يذكرها الأستاذ لعامة الطلبة. وأما منهج أهل الحديث حشرنا الله في زمرتهم، وجعلنا من طائفتهم، وأماتنا على ما أمات عليه الصحابة والتابعين وأتباعهم وأهل الحديث رحمة الله عليهم. نعم.
رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث. لا تفرحن بمال سوف تودعه، إنما هذه الدنيا مواريث، كما أنشد سعد الخير الأنصاري الأندلسي. فإذا الآحاد إذا صحت عمل، وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر من أعدل الأقوال التي حاول فيها رحمه الله أن يجمع بين ما يقوله الأصوليون وما يقوله من كان قبلهم ممن يقبلون الآحاد بإطلاق، حاول أن يوفق، فبين أن الحديث الصحيح الذي هو آحاد إذا اقترنت به قرائن أو احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم، يفيد العلم. فإذا نحن على هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبنا كما قال الأئمة جميعا، قالوا إذا صح الحديث مش إذا تواتر الحديث. والذي يطلب التواتر في كل شيء فإنه جاء بشيء، وقاعدة المتكلمين هم الذين غلوا في هذا الباب، هم المتكلمون. والكلام كما هو معلوم حذر منه السلف، وذلك أنهم يقولون إن الآحاد ثبوته ظني، ظني الثبوت. فإذا جئتهم بحديث متواتر في قضايا الصفات والاعتقاد قالوا نعم هذا متواتر الثبوت لكنه ظني الدلالة، دائما يردون بالتحايل. وعلى كل حال الأحد هو شريعة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يرد ولا يعني يتساهل فيه ولا يستخف به، وهكذا ديننا. وقد رجع الصحابة بالأحد إلى أحكام شرعية، رجعوا في أن يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب بخبر عبد الرحمن بن عوف، وورثوا المرأة من دية زوجها بحديث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه لما قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها، وهذا حديث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه. فورثوا المرأة من دية زوجها بخبر صحابي واحد. وكم من الأحكام ثبتت، وفي الجدة ميراث الجدة السدس في عهد أبي بكر الصديق، وحديث أبي موسى الأشعري في طرق الباب ثلاثا، وهلم جرى انظرها في كتب السنة، وراجع كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي الشافعي رحمه الله من أهل الحديث، عنده كتاب السنة وهو مسند بأسانيده، وذكر فيه الكلام على خبر الواحد. أما الشافعي فقد أتقن الكلام في خبر الواحد في كتاب الرسالة رحمه الله، وهذا مذهب الأوائل. لكن بعض المتكلمين والمتأثرين بالمدارس الكلامية من الأصوليين بعضهم عبارته في الأحاد هي عبارة يعني لا يطمئن إليها الإنسان، لأنها تشكك في خبر الواحد وأنه يفيد الظن أو مجرد الظن. وحتى ذكروا أمورا ما أذكرها الآن، أستحضرها لكن لا أذكرها الآن، لا تصلح للذكر العام هكذا، والله عز وجل هو الموفق. يلا الشباب تفضل. تفضل أنت نظم، تفضل. أحسن الله إليكم. The brother asked about the Ahad Ahadith and if it is obligatory upon the Muslims to follow them and to extract rulings from them and to accept them. The Shaykh Hafidhullah answered this question by saying that this is a very old topic of discussion. There are two types of Hadith. One is called mutawatir
and the other is called Ahad. The Mutawatir Hadith is a hadith that a large group of people have narrated. Such a large group that it is impossible that they could have united upon falsehood, upon narrating an error. This is the hadith that is called Mutawatir. And everything other than this type of hadith is called Ahad. And the Ahad itself is three types of hadith. One is called Al-Fard, the other is called Al-Aziz, and the third is called Al-Mashhur. The Fard is the hadith that only one narrator of hadith has narrated. In its chain of narration, there's only one narrator of hadith. The Aziz is the hadith that two narrators of hadith have narrated. In its chain of narration, there are two narrators of hadith. And the Mashhur is a hadith that three narrators of hadith or more than them have narrated, but they do not reach the level of mutawatir. They do not reach the level of mutawatir. So some from the groups of the Ahlul Kalam, the Mutakallimeen, the people of Kalam, and those who followed them from some of the Fuqaha, and some of the Usuliyun, the people of Usul, they said that the Ahadith that are not mutawatir, they only benefit us in conjecture. Yani they are not uncertain, they are not certain. Only mutawatir are the ahadith that are certain. Mutawatir ahadith that a large group of people that it is impossible that they could have united upon falsehood. This is the hadith that is certain. And the ahadith that are not mutawatir ahad, they benefit us in conjugation, but we cannot say with certainty if they do not benefit us and they are uncertain. Well, however, the Sheikh said, the scholars who have researched this issue in depth from the Ahlul Hadith, they say that the ahadith, they are certain, they benefit the Muslim and they are certain, and most of the rulings of the Sharia, they have not come except from ahadith. Most of the rulings of the Sharia, they have not come except from ahadith. The Sheikh mentioned an example of the Nisabu Zakat, the level upon which Zakat becomes obligatory. This has not been established except from ahadith that do not reach the level of tawatur, that do not reach the level of tawatur. He said that the underlying principle is that if the hadith has been established as being authentic, then it is to be acted upon and accepted. إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. That if the hadith has been established as being authentic, then it is obligatory upon the Muslim to act upon it, regardless of if it was mutawatir or it was ahad, or it was ahad. And the Salaf, rahimahumullah, the pious predecessors, they accepted ahadith as a proof in all types of rulings, in the matters relating to the belief and creed in aqaid, and in ahkam. In daily matters, they accepted ahadith as proofs, accepted them and acted upon them. And they did not differentiate between mutawatir and ahadith in this issue. They did not say that this hadith is non-mutawatir, so we will not accept it in belief or in actions. The Prophet ﷺ, he used to send his companions to various places to establish upon them the proof of Islam. And it is not established that he sent a huge number of the companions to any place that reached the level of mutawatir. He would sometimes send one companion, two, three, four. Whatever the case, they were a group that did not reach the level of mutawatir. And even with that, Allah Ta'ala established the hujjah upon those people who these sahaba reached.
Even if one of them reached this place, the hujjah was established, the proof was established upon these people. And the Shaykh said that the issue of ahad and mutawatir, those people who want to reject the rulings of the sunnah and they want to weaken the authority and the status of the sunnah, they are the one who always roam around this topic of ahad and mutawatir. Every time you tell them that in aqeedah this is the right way, in any specific topic or in ahkam this is the right way, they will say this hadith is not mutawatir, by which rejecting that ruling. The Shaykh also mentioned that ulum al-hadith, the science of hadith, all of it is related to ahad al-hadith. The science of hadith in its totality is related to ahad al-hadith. Mutawatir, it is not even a part of science of hadith. When you deem a hadith to be authentic, or to be sahih, or to be hasan, or to be weak, all of this relates to ahad al-hadith. Because a mutawatir ahadith, it is not in need of someone studying its chain to rule upon it by saying that it is sahih or hasan or da'if. Because it has reached a level that it is impossible that this number of narrators have united upon falsehood. All the masail, all the issues of ulum al-hadith are related to ahadith. And he said also that some people have claimed or have said that the mutawatir ahadith are very few. This is something that is heard repeatedly, that the mutawatir ahadith is very few and the majority of the sunnah is ahad ahadith. But the Shaykh mentioned, Hafizahullah, that this is not true. The mutawatir ahadith are quite a lot. The mutawatir ahadith are quite a lot. And with this, he finished his answer. If anyone else has a question, they can. Naam. Assalamu alaikum. Thanks for your lecture. So there's a hadith in Muslim, I guess, when Prophet saw people grafting, and he told them not to graft. And then when it was cultivation time, the cultivation of the crop was very low, so they came and asked Prophet ﷺ, and he said that I'm a human like you, and in, you know the marriage of the world, affairs of the world, yeah, better than me. So if I have opinion, if you like it, take it, otherwise leave it. So how you reconcile it with the fact that everything Prophet ﷺ said is wahi and he didn't say anything from his desire? Hayatma. ويسأل عن حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال إنكم أعلموا بأمور دنياكم فيقول كيف تقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينطق به هو الوحي؟ نعم كل ما ينطق به هو الوحي ومع ذلك في هذا الأمر ترك هذا الأمر للناس وقال إنكم أعلموا بما بأمور دنياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الأخ يتساءل عما تقدم من الكلام في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأن ما يقوله النبي هو وحي يوحى، مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه قال للصحابة في أمور دنيوية تخصهم قال لهم هذا أنتم تفهمونه، أو كيف تفهمون هذا الأمر، أو أنتم في قضية التأبير تأبير النخل أنكم أعلم بأمور دنياكم. لا شك حين نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بالوحي فإن هذا هو الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام حين ينطق، لكن قد يكون للنبي عليه الصلاة والسلام كلام في حياته الخاصة يتعلق به من جهة أنه عليه الصلاة والسلام يحب بعض الأطعمة ولا يحب بعض الأطعمة، أنه عليه الصلاة والسلام لم يدرك أو لم يكن في عهده أو في بيئته أشياء معينة تتعلق بأمور الدنيا، فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى في أمور الدين. أما أمور الدنيا فهي فإنه يفهم منها ما يفهمه الناس
وقد تغيب عنه بعض أمور الدنيا عليه الصلاة والسلام، فلم يدعي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم أمور الدنيا. فإذا أمور الدنيا منفصلة عن أمور الدين من جهة العلم النبوي، فإنه عليه الصلاة والسلام هو مبتعث من الله، وما يقوله هو وحي يوحى، وإذا قال فقوله حق عليه الصلاة والسلام وعدل وصدق. وأما إذا سئل في أمر يتعلق بأشياء دنيوية ترجع إلى بعض أطعمة أو إلى بعض تجارب، فهذه كانت في قضية النخل، في قضية النخل أنتم أعلم بأمور دنياكم في تأبير النخل، وتأبير النخل هو تلقيح النخل، وإذا أبر النخل أو لقح فإنه يثمر، وإذا لم يلقح فإنه لا يثمر. فهناك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للناس فيما يفهمونه من تجاربهم في أمور زراعتهم وأمورهم الدنيوية. إذا الأمر منفصل من الأصل، مفهوم أنه منفصل. نعم نعم، حياكم الله، أحسن الله عليكم. The brother asked regarding the hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered some of the Sahaba radiallahu anhum to harvest the trees of dates in a specific way, and when they did so, the dates got rotten. So when they returned to the Prophet sallallahu alaihi wasallam about it, he said that you are more knowledgeable about the affairs of your worldly matters. So the brother asked that how do we reconcile this with what the Shaykh Hafizahullah mentioned in the previous lecture, that everything that the Prophet ﷺ says is revelation. It is revelation from Allah Tabarak wa Ta'ala. So the Shaykh Hafizahullah, he mentioned that this is the asl, this is the foundation, that everything that the Prophet ﷺ says, it is from revelation. And this is in relation to matters that relate to the deen, to the religion. However, there might be matters related to the dunya that the Prophet ﷺ may have left for the people, such as that the Prophet ﷺ used to prefer some food, types of food, and used to not prefer some other types of food. And this example that the people, the Sahaba, from their experience of harvesting the dates, they learned that the trees of the dates are to be harvested in a specific way, that this is from the matters of the dunya that could have escaped the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the Shaykh said that these kind of matters that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you are more in knowledge, or you know better the affairs of your worldly matters, it's clear that these are related to these kind of affairs. As far as the other matters that are related to the religion, then there's no doubt everything that Prophet ﷺ has said and has mentioned is revelation that Allah Ta'ala has revealed to him. كذلك أمر آخر إذا سمح الأستاذ الشريف، أمر آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يطرح أسئلة على الصحابة فيما يتعلق بأمور الحياة وبعض حقائق الأمور. ففي قضية بيع التمر بالرطب، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر. الرطب هي المرحلة التي يكون عليها التمر قبل أن يتمر، قبل أن يصبح تمرا، فيكون رطب أو بلح، يكون رطبا ثم يصير تمرا. فلما سألوه عن بيع التمر بالرطب، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا، لا تبيع الرطب بالتمر، لأن الرطب تيبس، وإذا يبست نقص وزنها، نقص وزنها. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. ها هو يطرح عليهم السؤال في أمور دنياهم. إذن الأمر واضح. نعم.
The Shaykh also added that sometimes the Prophet ﷺ himself used to ask the Sahaba regarding some matters of the dunya. So once the Sahaba asked the Prophet Muhammad ﷺ about exchanging and selling dates with rutab, dates that are ripe with dates that are not ripe. So he asked the Sahaba themselves, due to their extensive experience in this field in Medina of raising the crops and harvesting dates, that if do rutab, the dates that are not ripe, do they lose weight after a while, after the passing of time? So the Sahaba said, yes, the rutab, they lose weight after passing of time. Once the Prophet Muhammad ﷺ benefited from the experience, then he said that in such a case, it is not permissible to trade ripe dates with unripe dates. So this establishes that in matters related to the dunya, that the Prophet ﷺ left the people to the experiences that they have attained, and that which has been revealed by revelation upon him are is related to the matters regarding the religion. Now, the people. There are some questions from the sisters. الرطب لها اسم بالإنجليزي ولا ترجمت بالمعنى. يفيدون. First stage of these. I think they know the days that are green and yellow. That yeah. I don't know if it's green and yellow. اللغة العربية ما شاء الله. ويسمى الرطب عندنا البلح. هذه الأخت تسا. When it's dry, it means tamar is the brown one, right? Tamar, yeah. When it's fully ripe. Yeah. Before that stage is yeah. Before yeah. That stage. هذه الأخت تسأل من أضعف الرواة؟ أضعف رواة الحديث. عجيب. هذه امرأة تسأل هذا السؤال؟ نعم. هذه محدثة هذه. هذه حفيدة مر حكيم اسمها كريمة المروزية وحفيدة حفصة بنت سيرين وحفيدة عمرو بنت عبد الرحمن. ما شاء الله. هؤلاء المحدثات الأوليات من النساء المسلمات الخالدات في التاريخ. سبحان الله. أضعف الرواة هم مجموعة يسمون الضعفاء. يسمون الضعفاء في كتب الحديث يوجد الضعفاء. فكتاب الضعفاء للدارقطني والمتروكين، كتاب الضعفاء لابن الجوزي، كتاب الضعفاء الكامل في الضعفاء لابن عدي الجرجاني، كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، هذه الكتب القديمة العقيلي والجرجاني قدما، والمتأخرة مثل كتاب الضعفاء للمغني في الضعفاء للذهبي، وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، ولسان الميزان في الضعفاء أيضا لابن حجر العسقلاني رحمة الله على الجميع. هذه كتب تبين الضعفاء من هم، وأن الضعفاء فعلا بعضهم أضعف من بعض، بعضهم أضعف من بعض. فكلما كان الراوي أضعف في حفظه وأضعف في إتقانه للرواية وكثر في كلامه التخليط والغلط وكثر في كلامه رواية المناكير فيكون أضعف من غيره. فإذا جمع الراوي بلايا ورزايا من الأخطاء ومن الأمور الفادحة في الرواية، هذا يكون أضعف الرواة. ولا شك أنه يوجد أكذب الرواة. أكذب الرواة هو الذي يكذب ويكون كذابا كمحمد بن سعيد المصلوب وأبي شجاع الثلجي
هؤلاء الرواة كذابون متهمون مشهورون بالكذب. فعند المحدثين الضعفاء فعلا الضعف يتفاوت، بعضهم أضعف من بعض. سؤال، هذا سؤال قوي ليس سهلا يعني. أحسن الله إليكم. ما أتصور أنه يسأل هذا السؤال في هذه الجهة النائية التي شوارعها كبيرة مخيفة، أخافتني الشوارع. أي دنيا أنتم تعيشون هنا في هذا العالم يا كبير؟ طرف المدينة كبير يا شيخ، هذا كل شارع فيه كيلومتر وكيلومترين واسع، متعودين على أزقة وشوارع صغيرة، ليتر ستريت. One of the sisters, she asked, who is the, or who are the least authentic narrators of hadith? And this question pleased the Shaykh Hafidhullah very much, that there are these kind of sisters present amongst us who understand these kind of matters, and they have this level of knowledge. And he said jokingly that this reminded him of the great muhaddithat, the great female scholars of hadith, such as Amra bint Abdul Rahman and Hafsa bint Sirin, and other than them, who have great efforts in the science of hadith. The Shaykh answered this question that the least authentic narrators of hadith are those who are called du'afa, the weak narrators of hadith. And the scholars of hadith have gathered them in various books. Over time, since the beginning of time, the scholars of hadith have authored books gathering names of these narrators that are weak in narration of hadith, such as the book of Al-Du'afa of Imam Al-Uqayli, and the book of Al-Kamil of Imam Ibn Adi, and the book of Al-Du'afa wal-Matrukin of Imam Dar-Qutni, and the book of Mizan wal-I'tidal of Imam Zahabi, and Lisan al-Mizan of Imam Ibn Hajar al-Asqalani, and other than that. And he said there's no doubt that some narrators are more weak than others. The weak narrators, there are various levels. So some of them are more weak than others. Every time the mistakes of a narrator increases in comparison to the thiqat, those narrators that are trustworthy, this narrator decreases in his stature, and he is considered to be weaker than other narrators. And he said, to an extent that a narrator can reach the lowest level, which is the level of the kazzabin, the wadda'in, those who used to fabricate ahadith upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And he mentioned from them Muhammad ibn Sa'id al-Maslub, and other than them who used to fabricate ahadith on the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aydan ukhtun tas'al, hal kanat hunak ayat makthuba kama hunak ayat ahadith makthuba ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. لم تكن آيات مكذوبة كما كانت الأحاديث مكذوبة، لأن مجال السنة فيه مجال للوضع، بخلاف القرآن لم يكن هناك مجال لكي يكذبوا في الآيات القرآنية. هذا مبدئيا. إنما وجد من يتسمون بالمتنبئين الذين ادعوا النبوة، كجماعة من العرب الذين قالوا إننا أنبياء، ادعوا النبوة، وادعت امرأة تسمى سجاع التغلبية كذلك ادعت النبوة، قالت إنها نبية. فهؤلاء مدعوا النبوة جماعة، فبعضهم حاول أن يحاكي القرآن أو أن يأتي بكتاب من عنده أو قرآن من عنده، فقال كلاما أضحك الناس، قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. قالوا له قم يا مجنون، قم يا معتوه، قم يا قليل العقل، أنت تريد أن تحاكي القرآن فتقول هذه
السفاسف وهذا هذا الباطل الذي تنطق به، فما أحد جرؤ على أن يقول مثل القرآن، لأن الله عز وجل ألحق الغلبة بالعرب الفصحاء البلغاء أصحاب اللسان الذين يقدسون الكلمة ويعتقدون أنها أكثر حدا من السيف. العرب تعتقد الكلمة أنها أحسن سلاحا من السيف، الكلمة هي سلاح أعظم من سلاح السيف، فإذا هجوا أحدا يهجونه بالكلام، وإذا مدحوه رفعوه بالكلام، وإذا نطق أحد بالحكمة عظموه بمجرد النطق ينطق بالحكمة. فعند العرب الكلمة تساوي الكثير، الكلمة. فما استطاع أحد أن يأتي بقليل القرآن ولا كثيره، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعوا جميعا إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو اجتمعوا وتعاونوا وتأيدوا بعضهم بعضا ما استطاعوا أن يصلوا إلى أن يأتوا بقليل أو كثير من القرآن، ولو بعشر صور، ولو بآية، ولو بقليل، ولو بكثير. فالله ألحق بهم الغلبة، وهذا الذي يسمى الإعجاز، يسمى الإعجاز وليست الصرفة كما تقول المعتزلة. الصرفة مبدأ غلط غير صحيح. المعتزلة يقولون إن الله صرف العرب أن يأتوا بمثل القرآن وكانوا قادرين على الإتيان بمثله، هذا كلام غير صحيح. رد العلماء كلام المعتزلة فليس فيه الإعجاز المطلوب، لأنهم لو قدروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يكن هناك إعجاز. قالوا إن الله صرفهم، أبعدهم، وغطى على عقولهم، وطمس أعينهم وأبصائرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لا، كانوا قادرين ولم يصرفوا، ما صرفهم الله بل تركهم والقرآن، فلم يقدروا على أن يأتوا بمثل القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اسمع البهتيمي لما يقرأها، الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله، ادخل الانترنت واكتب قراءة الشيخ كامل يوسف البهتيمي لهذه الآية واسمع القرآن كيف يقرأها. فإذا هم صرفوا، هم عجزوا ولم يصرفوا، عفوا ولم يصرفوا. أما كذب في القرآن أو إضافة، ما أحد استطاع أن يجرؤ على القرآن. لما حذفت منه آية علمت، ولما حذفت منه كلمة علمت، ولما تغير رسم من رسم المصحف عرف، حتى الرسم يعرفونه علماء الرسم. الرسم وما يسمى الثابت والمحذوف في كتابة الآيات القرآنية يظهر، والمسلمون يحفظون القرآن ويكتبونه ويجمعون بين الحفظ والكتابة، وهذا هو المنهج الأقوى في القرآن والمنهج الأقوى في الحديث، في كتابة الحديث وتدوينه، هو الجمع بين الكتابة والحفظ. ليست الكتابة وحدها وليس الحفظ وحده، الاثنين مع بعض. هكذا في القرآن وهكذا في السنة أيضا، لا بد من الجمع بين الأمرين. فحفظوا القرآن وكتبوا المصاحف، دونوا المصاحف وحفظوا. ولذلك أحيانا تجد مصحفا فيه أخطاء. من أين عرفت أنت الأخطاء؟ من حفظك. المصحف يجوز أن يغيروا المصاحف أم لا؟ يجوز. هل غيروا المصاحف فعلا؟ غيروا، طبعوا مصاحف بالألوف ونزعوا منها كلمة في قوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جاءوا إلى الآية وكتبوا ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، حذفوا كلمة غير، بس انقلب المعنى ولا لا؟
رأسا عن عقب ولا لا؟ ها شباب كلمة غير حذفت انقلب كل شيء. هل فطن المسلمون؟ وكيف فطنوا؟ بحفظه. قبل أن ينظروا إلى المصاحف اللي عندهم معتمدة من الحفظ. وأنت تجد أخطاء، أنا وجدت في بعض المصاحف أخطاء متعددة، الشكل أو الضبط غلط، ولا رواية ولا قراءة تشهد لهذا الأمر. نعم وجدت في آخر الأحزاب في بعض المصاحف: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. كتب في بعضها ثقفوا، ما في رواية فيها ثقفوا، هذا غلط معروف. وآية أخرى في المؤمنون، وآية ثالثة في الأنعام. وحتى وقتها كتبت مراسلة إلى الجهة المعنية وقلت لهم هذه المصاحف في هذه الأغلاط الثلاثة، وأنا لم أراجع المصحف وإنما عثرت عليها من خلال المراجعة فقط. الآن هذه الأخطاء يقوم المكتوب بالمحفوظ ويقوم المحفوظ بالمكتوب العكس، فنتجه إلى الكمال، نأخذ من حفظنا لمكتوبنا ونأخذ من مكتوبنا لحفظنا فيكتمل الأمر. هذا المنهج الإسلامي المتكامل في القرآن وفي السنة. أحسن الله إليكم. One of the sisters asked that were there any fabricated ayat of the Quran like there were fabricated ahadith. The Sheikh حفظه الله, he replied that no one had the guts to fabricate an ayah of the Quran like the fabricators of ahadith. Allah tabaraka wa ta'ala revealed the Quran as a challenge to all of mankind, that even if they were, if all of mankind were to unite, they could not bring a single ayah that Allah tabaraka wa ta'ala has revealed. And Allah ta'ala revealed the Quran upon the Arab. The Arab are a people who give great regard to speech and various aspects of speech, and they consider speech to be even more sharp than swords. And even with this, they could not bring an ayah that could mimic the Quran. But he said that there were people who claimed to be prophets. People came who claimed to be prophets, and they tried to bring ayat or surah that mimicked the Quran. So the second they opened their mouth, the people laughed at them, and they rejected what they brought, claiming to be Quran and wahi that supposedly was revealed upon them. And he said, the Shaykh Hafizahullah, that these two things, writing and memorization, this is the way of preserving the religion. This is the way the religion was preserved. The Quran is written and it is memorized. So if there was a mistake in the written aspect, it is corrected by the memorization. And the memorization is corrected by the written aspect. So similarly should be the case for the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. It should be written and it should be memorized so that it is preserved from any types of addition and subtraction. And he said that some people have tried to change the written. So he said the ayah where Allah tabarak wa ta'ala says that وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, that the one who follows any other religion except than Islam, that it will not be accepted from him, and he will be from the losers on the Day of Judgment. So some of them, they deleted the word غير. So the ayah became وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا, that the one who follows Islam, it will not be accepted from him. And in the hereafter, he will be from
the losers. So the Muslims caught this error from their memorization. So such should be the case of the Sunnah, that it should be memorized and written so that these kind of errors are caught. Now, yeah. كما تعلمون الآن في أسواق البيع والشراء الذهب هناك ما يسمى بالعربون. عربون. الذي هو يعني يدفع قسم من قطع الذهب ليقدرها البائع للمشتري ومن ثم يبيعه لها بسعرها الكامل. فهل هذا داخل في هل هذا من كل شروط التقابض والمماثلة؟ أحسنت، فعلا هو مخل. العربون الموضوع الذي تسأل عنه في أمران. أولا، العربون هي قضية يعني فيها إشكال من جهة، أن العربون هو عبارة عن مسبق أو مقدم السعر أو الثمن قبل أخذ البضاعة، و التجار اليوم تعارفوا على أن العربون لا يرجع إلى صاحبه في حالة تراجعه عن البيع، وهو ظلم في البيع إذ هو أخذ مال بغير حق. فمتى تراجع الإنسان عن البيع وقد قدم لك مقدم ثمن الشيء الإجمالي وجب أن ترجع إليه ماله. وعامة التجار يقولون لي إحنا تعرفنا على أن نأخذ العربون، أن نأكل العربون، فإذا تراجع عن البيع أخذنا عربونا. قلت لهم بأي حق تأخذون العربون؟ وقد جاء في حديث النهي عن بيع وعربون، ورد عند مالك في الموطأ وعند غيره، والحديث فيه كلام من جهة ثبوته أو روايته عند أهل الحديث. ف الإنسان يجب أن يتجنب ما يسمى العربون لأن فيه مشاكل. أما هل هذه المعاملة تخل بشروط البيع الذي نخاف أن نقع فيه في محظور يسمى ربا النسيئة؟ ففعلا سنقع في محظور ربا النسيئة، إذ شراء الذهب يجب أن يكون منجزا كاملا، ما فيش تأخير، فلا يوجد شيء يسمى هذا عربون أدفع لك 1000، وتأتي المرأة إلى صاحب الذهب تقول أنا أريد شراء هذه القطعة الذهبية التي تساوي 10,000 دولار، وهذه 2,000 دولار، وبقي علي 8,000 دولار، سوف آتيك بها عبر 2-3 شهور 5 شهور، في كل شهر أعطيك قدرة حتى أكمل لك الباقي. هذا البيع غير جائز لأن فيه النسيئة، فيه التأخير. لقد اشترت ذهبا بذهب وأخرت الإنجاز أو التسديد. فالأصل أن تبقي مالها في بيتها وأن تجمع مالها في بيتها، فإذا اكتمل المال اشترت ما تشاء من الذهب. بل إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قد نص في هذه المسألة على شيء، وهو أن المرأة تأتي إلى صاحب الذهب وعندها ذهب قديم وتريد أن تستبدله بذهب جديد، فتقول له أبيعك هذا الذهب القديم وأشتري الجديد. يأخذ الذهب القديم منها صاحب الدكان ويضعه في الميزان ويقول لها هذا الذهب يساوي 1,000 دولار، اختاري ما تشائين من الدكان، فتختار قطعة ذهبية من الدكان. يقول لها هذه القطعة الذهبية التي اخترتي تساوي 2,000، هي ب2,000 دولار، كم يجب أن تدفع له؟ 1,000 دولار. في هذه الحالة اشترى منها الذهب القديم وباع لها جد ذهبا جديدا، لكنه لم يقبضها الثمن، قوم الذهب القديم الذي جاءت به وكان يساوي 1,000، وترك المال في خزنته لم يمكنها من المال.
فصارت الصورة هنا صورة ربا، إذ هي اشترت ذهبا بذهب متفاضلا، ذهبا بذهب متفاضلا، فوقعت في الربا. قال الإمام أحمد الأولى لها أن تبيع ذهبها القديم لصاحب الدكان وتأخذ حقها السعر وتضع في جيبها وتذهب في السوق إلى غيره لتشتري حاجتها، وهذا هو الأحسن لها، ما تبقاش عند نفس الدكان، لا تبقى عند صاحب الدكان، تذهب تطلب حاجتها في السوق، فإن وجدت ما تريد اشترت ما تريد، إن لم تجد إلا عند صاحب الدكان الأول الذي باعته الذهب فترجع إليه وتشتري ما تريد. لكن إذا اشترت يجب أن تكون المناجزة في ساعتها، وأن لا يبقى شيء متأخر، وأن لا يفضل شيء، وأن تكمل المعاملة في حينها حتى لا يكون شيء مما يسمى ربا النسيئة. حتى لو لم تتولد القطع المعينة عند صاحب الدكان. هي وجد يعني لم تجد ما تريد، لم تجد هو، وقال انها ممكن ان ياتي بها، تخلي الامور يجيبها وتستأنف، يعني تستأنف ولا تبني، يعني تستأنف البيع معه ولا تبني على الماضي، يعني تفترق معه من غير ارتباط. قضية الذهب لا ينبغي فيها الارتباط لأنها يقع فيها ربا النسيئة. تذهب إلى حال السبيل، إن جاء بالذهب تستأنف معه المعاملة، تبدأ المعاملة من جديد. جئت بالقطعة، نعم جئت بالقطعة، كم تساوي هذه القطعة؟ تساوي $1,000. عندك $1,000، أعطيه $1,000 وخذي القطعة. ما عندكش؟ قالت عندي 1,000، نقول لها أرجعي 1,000 إلى بيتك، حطيها في الصندوق وأضيف إليها ما تجمعينه، فإذا اكتملت 2,000 فذهبي إليه وخذي بحاجتك. لكن المرأة تقول ما تجمعوا ليش الفلوس، لا تجتمع عندي النقود، لا تجتمع عندي النقود، أحتاج إلى أن أرتبط. وهي تحب أن ترتبط فتفرح بالارتباط، والنساء يحبن الذهب كثيرا، سبحان الله. لكن ما في مانع، ما في مانع، تحب الذهب وتلبس الذهب، فالذهب حكى الدارقطني رحمه الله الإجماع على حلية الذهب للمرأة مطلقا. والشيخ الألباني رحمه الله وطيب الله ثراه يرى أن المطوق لا يجوز، المطوق أو المحلق لا يجوز بناء على الجمع بين الأحاديث التي ورد فيها التطويق. و أصل الذهب للمرأة عامة أهل العلم يحكون فيه الجواز مطلقا، محلقا أو غير محلق، مطوق أو غير مطوق. تفضلوا. وكيف التفريق بين ربا النسيئة والبيع بأجل؟ البيع بأجل جاء فيه الدليل الذي يجيزه، فالبيع لأجل مختلف. ربا النسيئة هي في الأصناف التي فيها الربا، أما البيع أنت تشتري أشياء ليست فيها نسيئة، إذا كانت فيها نسيئة تسمى نسيئة. لكن البيع لأجل تشتري ثلاجة براد تشتريه إلى أجل، فتدفع قسطا وتدفع أقساطا شهرية فيقدم لك المثمن وتؤجل الثمن. البيع لأجل هو عكس بيع السلم، البيع إلى أجل تقديم المثمن وتأخير الثمن، هذا البيع إلى أجل، هذا جائز عند كافة العلماء وعند جماهير أهل العلم، لأنه يأخذ الزيادة مقابل التأخير. وألف فيها الشوكاني رحمه الله رسالة وعد بها أو ذكرها في نيل الأوطار، لم أجدها إلى الآن، رسالة في تقديم الثمن وتقديم المثمن وتأجيل الثمن، وهو البيع إلى أجل. قال ألفت فيها رسالة وانتصر لهذا القول لأنه تدل عليه الأدلة، وقد أشار إلى ذلك في نيل الأوطار رحمه الله.
أما البيع بيع السلم فهو عكسه، تقديم الثمن وتأخير المثمن. البيع إلى السلم، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا بيع السلم. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا باب آخر. أستاذي بارك الله فيكم، عودة إلى السنة، عودة إلى السنة، والعود أحمد. هيا، ما اعتبار الإجازة أو الرواية في يعني أصلاً الحال تناقل الحديث رواية راون عن راون إلى السنة، فهذه الرواية أو ما نسميها يعني علماء الإجازة نعم، ما اعتبار وما اعتبار لها؟ هل يمكن أن يدرس علم الحديث من دونها أو نعم يدرس علم الحديث من دونها، وهي ليست شرطا في الرواية، ومن شرطها فقد شرط شيئا لا دليل عليه. وبقاء الإسناد والإجازات هو شرف الانتماء إلى الإسناد، شرف الانضمام إلى الإسناد الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فتروي عن شيخك عن شيخه عن شيخه إلى البخاري، ثم من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لها أثر في تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث، لا أثر لها، لكن شرفها بالانضمام إلى الإسناد، هذا هو الذي في الإجازة الموجودة اليوم فقط، أنت منضم إلى الإسناد، لك إسناد تروي به عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المتأخرون بعضهم كذلك نفس الشيء، يعني منتمون إلى الإسناد، منضمون إلى الإسناد، يعني منتظمون في سلسلة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الشرف. بقاء الرواية دال على أن المحدثين اعتنوا بهذا الأمر، وبقي السند إلى يومنا هذا يؤر الناس به الحديث ويتتصل الأسانيد لكي يعلم الناس بأن الإسناد لم ينقطع وأنه مستمر إلى يومنا هذا. لكن هل هو شرط في أن تتعلم علم الحديث؟ ليس شرطا أبدا أن تتعلم علم الحديث إذا كنت مجازا، فالإجازة يعني بقية يعني شرف للمجاز وحافظ عليها العلماء إلى يومنا هذا. لكن الطلب اليوم في الإجازات يعني بعضهم أصبح يحب الإجازة بلا علم، وهنا الآفة. وجدت في بعض الدول جاءوني بورق قالوا وقعوا، قلت لهم على أي شيء نوقع؟ على حتفي أو على إعدامي أو وقعوا قال وقعوا، قلت لهم أنا لست ممن وقع على شيء لا أفهمه، ماذا تريدون؟ قال إحنا كتبنا سوف تجيزنا أعطينا إجازة. قلت لهم أنا رحت إلى الشيخ محب شاه راشيدي إلى السند وما طلبت منه إجازة، ما كان عندنا إحنا نطلب من الناس الإجازات، كنا نريد نتعلم العلم. وجلست مع الشيخ بديع أيضا في طريقي في الرجوع وما طلبت منه الإجازة، وجلست مع الشيخ الألباني عمري ما طلبت منه إجازة. الواحد يجب أن يتعلم، الإجازة تأتي جيدة وهي شرف الانضمام ويحبها طالب العلم، لكن بعدما يتعلم. فأصبح بعضهم يغالي في طلب الإجازات ويضعها في الملف الشخصي له ويقول أنا مجاز من طرف فذا وأجازني، وأصبح هذا هو هذا هو الهاجس المسيطر على بعض الطلبة. طيب أنت مجاز، لكن في القرآن الكريم المشافهة لا بد منها، والإجازة في القراءة لا بد منها، لأنك تشافه القرآن. ولذلك قال الناظم من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. شايف الإجازات في القرآن لتتعلم كيف تنطق بأفصح اللغات، وكيف تنطق الإدغام إدغاما والقلب قلبا والغنة غنة والروم روما والإشمام إشماما والمد مدا والأحكام كلها، وكيف تقرأ القرآن لابد لك من إجازة. فعلى كل حال سؤال الأخ، يعني لا نتخوف من قضية الإجازة إذا لم تكن لنا إجازة في علوم الحديث،
لكن إن كانت فهذا لا شك أنه أحسن وأكمل ويجعلك معتنيا بعلوم الحديث. لكن إن لم يوجد لا نقول لهذا الرجل لا تتعلم علم الحديث أو لا حق لك في الكلام في علم الحديث لأنك غير مجاز في علم الحديث. غير مجاز من حيث العلم صحيح، لكن مجرد إجازة التي هي إجازة مناولة أو إجازة مكاتبة أو وصية أو إعلام أو هذه اللي طرق التحمل لا ليست شرطا. Now, the brother asked regarding what is known as ijaza, a chain of narration for narrating a hadith or books of a hadith. Is that a condition to learn the science of hadith? And what is the position of such ijazat in our times? So the Shaykh Hafizahullah, he replied that it is not a condition that a person has a ijaza to study ilm al-hadith, to study the science of hadith. And ijaza is not a condition for a person to authenticate or to weaken a hadith. Rather, the ijaza which contains isnad from you until the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is a nobility and virtue of this Islamic nation. Allah Ta'ala has given this Islamic nation the isnad by which he preserved his religion that he has not given any other previous nations. So this is a nobility and it should be preserved so that the way of the muhaddithin of the past can remain in this ummah and the isnad can remain in this ummah until the end of times. However, this should be done after knowledge. The most important thing is for a person is to gain knowledge, not to gather pieces of paper and ijazat. The Shaykh mentioned that he traveled almost 40 years ago to Pakistan to seek knowledge from Allama Muhibullah Shah Rashidi Sindhi Rahimullah and his younger brother Allama Badiuddin Shah Rashidi Sindhi Rahimullah. These were two great muhaddith and two great scholars of Ahlul Hadith in Pakistan. And he spent with them 10 days seeking the knowledge of hadith and he did not ask them for any ijazah. The Shaykh met Al-Allama Imam Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimullah several times, benefiting from him, but he did not ever ask him for an ijazah. Rather, he mentioned once someone sent him a piece of paper and asked him to sign it. So he asked them, sign upon what? To arrest me, to kill me, for what reason? They said, this is ijaza for hundreds of people he has never met, he has never known. So he said, this is a problem in today's time that there are a group of people who run after these pieces of paper and this ijazat, and they leave off which is more important, which is seeking knowledge. So there's no doubt that if a person seeks knowledge and he can along with that attain ijazat, then this is something that is goodness and beneficial. But to leave off knowledge and to just run behind ijazat, this is something blameworthy. نعم. هنا سؤال شيخنا من إحدى الأخوات تسأل، توجد آثار للصحابة والتابعين في بعض كتب الحديث. فبعض الناس يعترضون فيقولون لماذا تسمون هذه الكتب كتب الحديث مع أن فيها آثار وآثار للصحابة والتابعين. تسمية هذا النوع من التصنيف تسميته كتاب حديث أو هي من كتب الحديث لأن فيها الأحاديث النبوية، فكون آثار الصحابة وأقوال الصحابة والموقوفات على الصحابة موجودة في هذه الكتب لا يعني أنها لا تستحق أن تسمى كتب الحديث. فالمصنف لعبد الرزاق الصنعاني والمصنف لابن أبي شيبة كلاهما مصنفان في الأحاديث النبوية وفيها آثار الصحابة وهي كثيرة في الكتابين، فكونها تسمى كتب الحديث لأن فيها الأحاديث،
لأن فيها الأحاديث. وشيء آخر أيضا، فإن آثار الصحابة لو أنها كانت مجتمعة في مكان واحد وحدها وليست معها أحاديث نبوية، فهل تسمى آثار الصحابة أحاديث؟ تسمى أحاديث موقوفة. فمصطلح المحدثين أنها تسمى الأحاديث الموقوفة. فالأحاديث المرفوعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الموقوفة كلام الصحابة، والأحاديث المقطوعة كلام التابعين. فهذه لا ينفي عنها اسم الحديث لأنها كلام الصحابة، فهي حديث. نعم. One of the sisters asked regarding the books of hadith that contain athar of the Sahaba and the Tabi'een. And along with the sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they have sayings of the Sahaba and the Tabi'een. So she said that some people create this doubt that how can you call these books books of hadith and they contain other than a hadith. They contain other than the sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh Hafizullah, he responded saying that even though some books of hadith may contain sayings of the Sahaba and the Tabi'een, asad, this does not negate that they do not contain a hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Rather, this is the asal, this is the foundation, and this is what is mostly prevalent, that these books contain a hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Some books like Musannaf Abdul Razzaq al-San'ani and Musannaf Ibn Abi Shayba, they contain a lot of athar, a lot of sayings of the Sahaba and the Tabi'een. But along with that, they contain a lot of ahadith, and the ahadith outnumber the athar. So there's no problem in calling these books of ahadith. He also said, if the athar of the Sahaba and the Tabi'een, if we were to say that they were compiled in one book, this book contained no ahadith, they only contained athar, sayings of the Sahaba and the Tabi'een, so there's no problem even after that to say that this is a book of hadith, because these are called ahadith mawqufa. The hadith in relation to its to the end of its chain of narration are of three categories. One is called hadithun marfu, that hadith which ends at the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One is called hadith mawquf, which ends with the saying of the Sahaba radiyallahu anhum. And one is called hadithun maqtu, which ends with the saying of the tabi'i rahimahullah. So there's no problem even after that to call these books of ahadith, that they contain ahadith mawqufa. سؤال آخر من إحدى الأخوات تسأل: كيف تربية الأبناء وتشجيعهم على حفظ الأحاديث وهناك مساجد كثيرة في كندا توفر حلقات لحفظ القرآن ولكن لا توجد حلقات لحفظ الأحاديث؟ هذا سؤال في غاية من الأهمية والإلفات. السائلة بارك الله فيها ألفتت إلى هذا الأمر وهو مطلوب، فإن الاعتناء بحفظ القرآن ومدرسة القرآن لا بد أنها أخذت من المسلمين وقتا، وهذا هو الأصل. إنما يجب أيضا أن يأخذ الحديث بعض الوقت لأجل أن يحفظ أيضا، وهذا قد تنبه له بعض العلماء وبعض الجهات المختصة العلمية، فقد دأبت على تحفيظ الأحاديث وخرجوا بعض الكتب التي فيها الجمع بين الصحيحين، ككتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي وكتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي الشهير بابن الخراط الأندلسي، فهذه جمعت أحاديث الصحيحين وخرجوا كتبا جديدة في انتقاء أحاديث جامعة أو أصول في بابها للصحيحين.
وأعطوا لطلاب العلم فبدأوا يحفظون الأحاديث، وهو شيء مطلوب، ونشجع طلاب العلم على حفظ الحديث، إذ حفظ الحديث أيضا يضبط لك منهج العلم ومنهج التلقي ومنهج الاتباع والتسنن، هذا كله من الحديث النبوي الشريف، ولكون القرآن لكون السنة بيانا للقرآن، ولها تلك الأغراض العلمية من تقييد مطلق أو تخصيص عام أو تفسير مجمل وما إلى ذلك. فيجب العناية بالحديث، ولعل الالتفات من هذه الأخت تجعلنا في مثل هذه السويعة نقرر أن يكون هناك منهج لتحفيظ الحديث بين طلبة العلم، ولو أن الطالب يكلف نفسه أن يحفظ 40 النووية أو 50 الرجبية. ابن رجب الحنبلي رحمه الله أضاف 10 أحاديث إلى 40 النووي، فتصبح 50 حديثا يحفظها طالب العلم. وحفظ 50 حديث ليست بالأمر الصعب، يعني سهل، هذه بداية. إحنا في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية كان عندنا في كل سنة نحفظ 250 حديث، وفي 4 سنوات يصبح الطالب يحفظ 1000 حديث. ف 250 حديث في السنة ليست بالأمر الصعب، يعني لو كلفت نفسك تحفظ في كل يوم حديثا ستحفظ 360 حديث في العام. كم؟ 360 حديث في العام. كم حفظت في اليوم؟ 1 حديث، حديثا واحدا فقط، فتحفظ 360 حديث في السنة. فإذا نشجع الإخوة على حفظ الحديث. هذه 50 الرجبية جيدة، والأولى بطالب العلم أن يحفظ هذه الأحاديث الجوامع أو الأصول في بابها، ويحفظ من كل باب من أبواب العلم أحاديث عليها مدار الكلام، أو أقل ما يفعل يحفظ أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، فيجنح أو يذهب إلى كتاب من كتب الأحكام كبلوغ المرام لابن حجر، وقبله عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الحافظ المقدسي رحمه الله، كتاب عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام، يحفظ هذا الكتاب فيكون عمدة له في الاحتجاج والاستدلال. فهذه التفاتة طيبة من هذه الأخت التي أشارت هذه الإشارة واقترحت الاقتراح. فالإخوة وخاصة أهل الحديث يجب أن يحفظوا الأحاديث، وخاصة أحاديث الأحكام، فلعل عمدة الأحكام من الآن تشرعون في حفظ بعض أحاديثه، وتكون الانطلاقة من هذه السويعة المباركة بإذن الله. أحسن الله إليكم. One of the sisters asked that how can parents encourage young kids to learn and memorize ahadith? And she mentions that there are many masajid here in Canada that help memorize the Quran, but they have no programs for memorizing the ahadith. The Shaykh Hafizullah was very pleased with this question, and he said that this is a great recommendation from the sister, and he thanked her that there's no doubt that the asal, the foundation, is memorizing the Quran. But along with that, a Muslim should give some of his time to memorizing the ahadith. And based on this, the scholars from earliest times have authored books that made it easy for a student of knowledge to memorize ahadith. From these books are the books that gathered ahadith of various books in one single book, such as the books that gathered the ahadith of Sahih Bukhari and Muslim in one book. They gathered the ahadith of Sahih Bukhari and Muslim in one book by removing or leaving off the ahadith that are repeated. So they only mention the ahadith that are not repeated in both the books, such as the book of Al-Jam' Bayn al-Sahihain of Imam
Al-Humaydi and jumped between the Sahihain of Imam Abdul Haqq al-Ishbili and other dandam. And memorizing the ahadith is what brings a person close to the sunnah, and it helps him in following the sunnah. And the Shaykh himself mentioned that the parents can start by telling their kids to memorize small books of ahadith such as Arba'in Nawawiyyah, the collection of 40 ahadith that Imam Nawawi rahimahullah collected. These are ahadith upon which the foundations of Islam are built. And Imam Ibn Rajab rahimahullah, he added additional ahadith to these ahadith to make it a collection of 50 ahadith. So these are small ahadith min Jawami al-Kalim, from Jawami al-Kalim of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, that a person should memorize. He said if a person were to memorize one hadith daily, only a single hadith daily, at the end of the year he would have memorized 360 ahadith. If he were to memorize just a single hadith daily, at the end of the year he'll find that he would have memorized 360 ahadith. So he said that we should be keen and we should strive to memorize ahadith, especially people who claim or who attach and ascribe themselves to the Ahlul Hadith. And he said, at the least, they should memorize ahadith of ahkam, the ahadith that pertain to the daily acts of worship. And the ulama from past times have gathered and collected this ahadith, such as Imam Abdul Ghani al-Maqdisi in his book Umdatul Ahkam, and Imam Ibn Hajar al-Asqalani in his book Bulugh al-Maram. هذه الأخت أيضا تسأل يا شيخنا هل ودع الأحاديث مستمر إلى يومنا هذا؟ نعم، الوضعون ما تعبوا ولا ناموا ولا استكانوا ولا استراحوا ولا خابوا ولا خسروا، إلى الآن لابد لا زالوا يضعون الأحاديث، ففي كل حالة، لكنهم خسروا وخابوا والعياذ بالله، في كل أزمة توضع أحاديث، وفي كل حدث تاريخي توضع أحاديث. فتذكرون في بعض الأحداث السابقة من كذا سنة وضعت أحاديث كثيرة جديدة بمناسبة الوقت، ما يمنع ما يمتنع الناس من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة الذين في قلوبهم مرض والمرجفون، أصحاب الأراجيف وأصحاب الأكاذيب في كل زمان. وقد قالوا في بعض أحاديث جديدة سيكون رجل في الأمة يقال له صادم، وروجوا هذه من قريب كانت، وأخذوا يقولون هل هذا الحديث موجود، هل هذا الحديث، يا جماعة أي حديث موجود؟ أو كلما جاءكم رجل يكذب عليكم سألتم هل كلامه حق؟ هذا الكذب الصريح. فالكذب اليوم قد يوجد بعض الكذب، لكن ليس كالقديم الذي كانت فيه الكذب، كان فيه الكذب منتشرا في عصر الكذب كما فعل الزنادقة وفعل الشعوبيون والمتعصبون والقوميون وأصناف من الكذابين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اليوم قد يوجد حديثان مكذوبان من وضع الناس اليوم، فهذا قد يوجد، لأنه ما دام يوجد الناقم ويوجد الحاقد فلا مانع أن يوجد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. The sister asked, are there still false ahadith? The Shaykh Hafidhahullah, he replied by saying that the people of falsehood and deception and of lies have continued to exist and will continue to exist. And as long as lying is present, then false ahadith will be present. And every time an event occurs, we see and we find that some false ahadith are
spread amongst the people. But he said that in today's time, lying on the, upon the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is not as prevalent as it used to be in past times, when several misguided groups tried to weaken Islam, and they made a concerted effort in destroying Islam. But today he says that the kazib is not to this level, but we might find a hadith or two here and there based on various occurrences that people spread that is a lie on the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. No. I have a question. How did the scholars determine if something from the Sunnah is mandatory, such as the way to pray, compared to something that's optional, such as fasting on Mondays and Thursdays? ويسأل الأخ كيف فرق العلماء بين ما هو واجب وبين ما هو مستحب؟ كيف حكموا على الصلاة بأنها واجبة والصيام يوم الاثنين والخميس بأنه مستحب؟ التفريق بين المستحب وبين الواجب في الشريعة ظاهر. إذ أن الأصل أن ما يأمر به الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام فهو للوجوب، وهو قول الأصوليين الأصل في الأمر الوجوب، فما أمر الله به فهو واجب، وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو واجب، ونهي الله ورسوله هو للتحريم، هذا الأصل. لكن قد يكون بعض الأوامر الواردة ليست للوجوب بل هي للاستحباب أو للسنية، فهذا شيء يميزه العلماء من خلال معرفتهم بالشريعة. فمثلا إذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، الأحاديث في السترة كثيرة وصحيحة، واستفاد منها الفقهاء أن هذا الأمر هو أمر نبوي لكنه ليس واجبا، وأن اتخاذ السترة هو سنة وأمر مستحب وليس بواجب. كيف يصرفون الأمر النبوي من الوجوب الذي هو الأصل إلى الاستحباب؟ يصرفونه إما بأن ترد أحاديث أخرى ليس فيها اتخاذ السترة فيتبين لهم أن اتخاذ السترة هو أمر مستحب، إذ لو كان واجبا لم ترد أحاديث أخرى ليس فيها ذكر السترة في الصلاة. فهذا من النماذج التي يفرق بها الفقهاء بين الواجب، بين الأمر الواجب والأمر المستحب. وعلوم الفقهاء مبنية على هذه القواعد، فهم لهم القدرة الفقهية العلمية التي تميز بين الواجب وغير الواجب. أحسن الله إليكم. The brother asked regarding the difference between wajib and mustahab, that which is obligatory and that which is recommended. How do the ulama differentiate between an act of worship and deem it to be obligatory, and between an act of worship and deem it to be recommended? And he gave example that why do the ulama say that praying is obligatory, but fasting on Monday and on Thursday is recommended? So the Shaykh Hafidhullah, he answered that this is from the knowledge that Allah Tabarak wa Ta'ala has blessed the scholars with. And they have specific principles that they follow in differentiating between various acts of worship, deeming them to be obligatory, recommended, permissible, unpermissible, etc. And he said that from these principles is that if an order comes from Allah or His Messenger sallallahu alaihi wasallam, then this is something that is obligatory.
If Allah tabarak wa ta'ala, or the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, orders something, then the foundation, the asal is that this is obligatory. But sometimes that order, even with an order, that act of worship can be deemed to be non-obligatory and to be deemed to be recommended. He gave an example of praying in front, placing a sutra while you pray, placing an object in front of you when you pray. He said there are ahadith that order a Muslim to place something in front of him while he prays, to place a sutra in front of him while he prays. This is the order. So the foundation, the asal is that this is obligatory. But the ulama have said that this is not an obligation, rather this is recommended. This is something that is recommended. So he said, how did the ulama reach this conclusion? They found other ahadith in which there is no mention of the sutra. Mm-hmm. They found other ahadith in which the Prophet ﷺ did not pray towards the sutra. So they said that these ahadith, that order taking the sutra, they mean that this is something that is recommended, but it is not obligatory. نفس المثال أيضا لتكملة السؤال للأخ نموذج آخر أو مثال آخر لأجل مزيد التوضيح. ورد في السنة في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلين أحدكم، هذا نهي، في الثوب الواحد ليس على عاتقه، هذا العاتق يعني المصلي، لو يصلي بشيء مثل هذا، هذا جيد، لكن يصلي بشيء مكشوف الكتف، لا، منهي عنه. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث أصله في الصحيح ومن الأحاديث الصحيحة، لكن من العلماء من جعل هذا النهي، لا يصلين، هذا نهي، جعله مكروها، ومنهم من جعله حراما، أن كشف الكتف حرام في الصلاة، ومنهم من قال لا، ليس حراما، إنما هو خلاف الأولى أو خلاف الأكمل. والشافعي ومالك لا يقولون بتحريم كشف العاتق في الصلاة، وغيرهم أو غيرهما يقول بأن كشف الكتف في الصلاة حرام، لا يجوز. هذا الآن نهي في السنة، وافترق العلماء في تفسير النهي، هل هو للتحريم أو هو لمجرد الكراهة التنزيهية، وهو حكم ظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. The Shaykh also added another example that an authentic hadith has come in which the Prophet ﷺ forbade a Muslim to pray in one piece of garment that doesn't cover his shoulder. To pray in a piece of garment that doesn't cover his shoulders. So just like an order of the Prophet Muhammad ﷺ, the foundation is that it is for obligation. Something that the Prophet ﷺ warned from or forbade, the foundation is that it is haram. But the scholars of Islam differed in this issue. Some of them accepted this hadith as it is, and they said that it is not permissible. It is haram for a person to pray in a piece of garment that doesn't cover his shoulder. And some of the scholars said that no, this is not haram, this is makruh. This is something that is disliked. Something that is disliked, to pray in a piece of garment that doesn't cover the shoulder. And they move this hadith from forbidden to dislikeness with various other proofs that they use. So this is something that Allah Tabarak wa Ta'ala has blessed this ulama with, and we are to follow the ulama in these ahkam.